في الشعب الأندونيسي الكبير العظيم الذي يحبنا ونحبه، نحن طبعا نتذكر العام الماضي حيث قدمتم نصيبا من الأضاحي إلى هذا الحي الكريم الذي يسكن بجانب هذا الصرح الكبير مسجد استقلال أندونيسيا الكبير، ونتمنى منكم أن تقدموا طبعا يد العون هذا العام لهذا الشعب بهذه الأضاحي التي هي طبعا تأتي لكم يوم القيامة في ميزان حسناتكم إن شاء الله، ولكم الفضل والجزاء الكبير من الله سبحانه وتعالى، شاكرين لكم هذا السعي وهذا الجهد الكبير.